هذا ما يتعلق بهذه الأشياء. فأنا أطالب الإخوة الذين يمثلون دواء عمر، هل استأذنتم من عمر رضي الله عنه، هل استأذنتم من عمر رضي الله عنه أن يصوروا زوجته عاتك رضي الله عنه؟ يا أخي العزيز، يا أخي عبد العزيز، وأخي المشاهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعرج به في السماء قال: رأيت قصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأردت أن أدخله فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار من غيرة عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف نرضى نحن أن تمثل زوجة عمر رضي الله تعالى عنه وتخرج أمام الشاشة وأمام المليارات بهذا المشهد؟ أين غيرتنا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن لا نغار أن تمثل زوجته؟ والله لا يرضى عبد العزيز قاسم ولا عبد الله القرشي ولا غيره من المشاهدين أن تمثل زوجته أمام المشاهدين، وأن يتمثل تغزله وتكلمه معه مع زوجته. فهل نرضى هذه الأفعال الشنيعة مع عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة؟ يا أمتي أفيقي من هذا الغي. شكرا.